بلاكش 30ش 7ش تمام. لا انا المفروض انا اسالك واخش شويه دون فرصتنا بقى. تمام. كلمات كتير جدا في الانجليش هتلاقي اخرها اي اس اتش اوكي مظبوط, ودي بتكون ادجكتيفز تمام, بتبقى بمعنى عشان الناس تفهم حوالي او مديه على يعني مثلا بتيجي كتير مع الكالرز زي مثلا لما نقول زي ما انا قلت التيشيرت ده لو مش اسود قوي ممكن تقول بلاكش او جرينش. كم بتيجي مع النمبرز, بتيجي كمان مع الارقام زي مثلا لما تقول حد بدل ما تقول له هقابلك الساعه 7 الميت شو ات 7 لان معناها 7 بالظبط تقول له ايه على الميت شو ات 7 ايش يعني مش مريح وكده انت فاهم, اجي لك 7 ونص 8 الا ربع زي ما انا بعمل في محمد دايما. That's what you always do. واخر حاجه في الايجز الاعمار, يعني مثلا لو انا عاوز اخمن سن محمد وانا ما اعرفوش وعاوز اقول في الثلاثينات في الاربعينات فاقول مثلا هيز 30ش 30ش فهي الاي اس اتش كده تبقى صفات انت فاهم مش مظبوطه مش مظبوطه. تفتكر الفيديو دوت ينجح ايش ايش؟